جدلية الأرقام وسلوك البشر. الأرقام هي عصب السوق. الأرقام داخل السوق مرتبطة بأرقام خارجه. مؤخرا لوحظ ارتباط أسعار الليمون في هذا السوق بأعداد المصابين بكورونا، إذ يزداد الطلب ويرتفع السعر كلما ارتفعت الإصابات، والعكس صحيح. أصبحت سبل الكشف عن الفيروس متاحة، وتزداد ولو ببطء أعداد من تلقوا اللقاح، إذ لم تتجاوز نسبة من تلقى جرعتين من اللقاح في روسيا 40% بعد. رغم ذلك، في كل موجة جديدة ترى أعداد المصابين بكورونا أكبر منها في الموجة السابقة، وأعداد الوفيات في روسيا منذ بداية الموجة الأخيرة لا تقل عن 1000 يوميا. وهذا تفسير الخبراء، وهذه لغة الأرقام. أثناء الموجة الأولى كانت الفحوص أقل، وبالتالي كان يخيل إلينا أن أعداد المصابين أقل، أي أن الأرقام هي التي تتغير، ولا أحد يعلم ما كان خلفها فعلا في الموجة الأولى. وبالاستناد إلى الأرقام ذاتها التي قد لا تعكس الحقيقة كلها أحيانا، تغلق قطاعات وتفرض العطل ويثار الجدل. هذه الخطوة كانت صحيحة، ربما لم تخلصنا من الفيروس ولكنها حدت من الموجة. غريبة فعلا تصرفات الحكومة، أغلقت المتاجر وتركت مترو الأنفاق مفتوحا. كان وما زال دائما من يؤمن بالأرقام ومن لا يثق بها، أو بالأحرى يصدق أو يكذب من ينشرها. إذن هي لغة الأرقام، كتابات وألفاظ تعكس وقائع أو ترسم أوهام، ولطالما كانت مثار جدل في السياسة كثيرا، وفي الرياضة أحيانا، وأخيرا في الطبابة. وكثيرا ما تحرك هذه الأرقام الناس بما يتماشى مع مصالح القائمين على هذه الأرقام. محمد حسن، العربي، موسكو.